كان المسلمون في الصدر الأول أحد عصر الصحابة يعتقدون ما جاء في القرآن والسنة من غير تردد ومن غير شك، لأنهم آمنوا بالله ورسوله إيماناً صادقاً قوياً، فاعتقدوا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما اشتمل عليه القرآن واشتملت عليه السنة لجميع أمور الدين فإنهم يؤمنون به ولا يشكون في ذلك، سواء كان في العقائد أو كان في العبادات أو في المعاملات أو في الآداب أو في الأخلاق أو في الأحكام الشرعية كالحلال والحرام، ما كانوا يتوقفون في شيء من ذلك، لأن هذا هو مقتضى الإيمان، وهم آمنوا حقاً وصدقاً فلا يترددون فيما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أي موضوع كان، ولا في أخباره الماضية والمستقبلة، لا يستثنون شيئاً مما جاء في الكتاب والسنة إلا ويؤمنون به إيماناً جازماً لا يعتريه شك، لأن هذا هو مقتضى الإيمان.